اليوم نحن بصدد وضع قراءة لكتاب قوانين الإعلام في المغرب لكاتبه الأستاذ الفاضل أهمان. هذا الكتاب الذي نعتبره مرجعا ضم في بين طياته إضافة إلى مقدمات وإلى تحليل مجموعة من النصوص القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها الباحث وكذلك الممارس سواء في مهنة الصحافة أو في المحاماة أمام المحاكم. وما ما ما يهمنا في هذا الكتاب هو تضمنه لمسألة مهمة إلى جانب مسألة التحكيم التي يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الوطني للصحافة في إطار عمله لفض النزاعات قبل المتعلقة بالصحفيين والمقاولات الصحفية قبل أن تقدم أمام القضاء. هناك باب مهم وهو مسألة أخلاقيات المهنة الذي نعتبره أساس هذه المهنة. مهنة الصحافة الآن التي أصبحت متنوعة من مرئية ومسموعة ومقروءة إلى إلكترونية، وخاصة الإعلام الإلكتروني المهم الذي أصبح يتحرك بسرعة، أصبحت المعلومة فيه تتغير من كل ثانية أخرى، أصبح هناك زخم معلوماتي. بالتالي فإن هذا الزخم لا بد أن تحكمه قواعد أخلاقيات، التأكد من صحة الأخبار، عدم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة التي تفقد صاحبها مصداقيته وتفقد المنابر الإعلامية مصداقيتها، باعتبار أن المصداقية هي أساس كل عمل، وأنه غالبا ما ينجر العديد من الإعلاميين والصحفيين نحو مسألة السبق المهني أو عفوا السبق الصحفي، هذا السبق الذي قد يؤثر على منتوجهم ويؤثر عن مصداقية الخبر. بالنسبة لكتاب قوانين الإعلام بالمغرب من مدونة الصحافة والنشر لأخلاقية المهنة، فهو كتاب توثيقي يرصد كل قوانين المنظمة لقطاع الصحافة المكتوبة طبعا والصحافة الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بمدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث، قرار المتعلق بأخلاقية المهنة، الاتفاقية الجماعية المكتوبة، ثم أيضا دليل الوساطة والتحكيم في قضايا الصحافة والنشر. هذا الكتاب سيشكل مرجع للباحث، مرجع الأكاديمي، مرجع للطالب، مرجع أيضا للمحامي، مرجع للقاضي، مرجع للإعلامي أو الصحفي الذي يحاول أن يوثق لكل هذه القوانين ويجمع بين دفتي هذا الإصدار اللي هو حوالي 260 صفحة، وتم الإصدار ديالو بمناسبة اليوم العالمي للصحافة من أجل التقاسم ديالو، وهو ثمرة عمل تطلب نحو سنتين ونصف من العمل، سنتين ونصف من القراءة تحليلية عرضانية لهذا المسار كله من مدونة الصحافة والنشر إلى أخلاقية المهنة.